السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تعرف الرياضة على أنها وسيلة للتواصل والتفاهم بين الأشخاص ولكن يبدو أن الأمر لا يتعلق بها في بعض الأحيان وهو ما تبين جليا في واحدة من أحداث الشغب الأخيرة التي وقعت في ملعب رادس في تونس وكان ملعب رادس يستضيف مباراة مهمة بين فريقي شبيبة القبائل والترجي التونسي وكانت هذه المباراة محط اهتمام كبير من قبل الجماهير لكلا الفريقين والتي توافدت على الملعب بأعداد كبيرة لمشاهدة اللقاء ولكن ما كان ينبغي أن يكون حدثا رياضيا سلميا تحول إلى فوضى وشغب بين الجماهير الداعمة للفريقين حيث بدأ الأمر بإلقاء بعض الجماهير التونسية للألعاب النارية والشماريخ في المدرجات التي كان فيها أنصار شبيبة القبائل، ولم يتمكن رجال الأمن من السيطرة على الأمر ومنع الأعمال العنيفة التي وقعت في الملعب حيث استخدم بعض الجماهير العنف والعنصرية ضد بعضهم البعض، وقد أدت أحداث الشغب إلى إصابة العديد من الأشخاص والتسبب في أضرار كبيرة. وفي الاخير اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد